مثل العادة من الأوتسايد للإنسايد. كل سنة منشهد على حدث مهم ب 21 كانون الأول، وثقافات كثيرة حول العالم تحتفل بطقوس معينة، فيعتبر 21 كانون الأول يوم الانقلاب الشتوي. حبينا نسأل الناس عن الانقلاب الشتوي باعتبار الموعد رح يكون بعد كم يوم. يلا نشوف شو حكيوا الناس. بصير النهار قصير والليل طويل؟ بصراحة لا، لأنه هلأ الجو ما عاد معروف، شتاء صيف خريف ما بعرف. للأمانة لا. يلي بصير إنه بيطول الليل وبيقصر النهار، صح؟ لا والله ما بعرف. يعني بشد البرد بصير بقى ضباب، وبصير واحد حرام يطلع من بيته يقعد تحت الدفا، بس إذا دفا ما في يعني. الانقلاب الشتوي بيكون بنصف الكرة الشمالي بين 21 و 22 كانون الأول، وبهاليوم بيوصل ميلان محور الكرة الأرضية لأبعد نقطة عن الشمس. وعند الساعة 12 الظهر بتكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي بنصف الكرة الجنوبي، يعني بالعكس بيكون صار الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الجنوبي. يوم الانقلاب الشتوي بيتأخر الفجر وبتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، ويبدأ مسار الشمس يتجه للشمال بسبب حركة الأرض حول الشمس. هون بيبدأ ساعات النهار تطول بشكل تدريجي لنوصل ليوم الاعتدال الربيعي ب 21 آذار.